يا حسين. كمل المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الحق والعدل والحريه، باسم محامين المحله القدس، اولا نرد على وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي وطئ أرض فلسطين المحتلة وصرح أنه ما جاء كوزير خارجية وإنما جاء كيهودي. نقول له أننا كمصريين كعرب كقوميين كإسلاميين لا ينقص من إيماننا، بل لا يكتمل إيماننا إلا بالإيمان بالله وبكتبه وبرسله جميعاً.